بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. نرحب بكم جميعا في مجلس عزاء وتكريم الأستاذ الدكتور الراحل عبد الحميد العبيدي رحمه الله تعالى، العالم والفقيه وأستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة بجامعة بغداد سابقا، الذي وافاه الأجل يوم الاثنين الماضي بعد حياة حافلة بجهوده العلمية والدعوية والثقافية المتنوعة التي تدل على سعة مداركه وتعدد مواهبه. كان الفقيد رحمه الله مجيدا للقرآن الكريم، وله صوت جميل وتسجيلات، وكان خطاطاً وعضواً في جمعية الخطاطين العراقيين، وله مشاركات في برامج الفتوى وغيرها في التلفزيون العراقي قبل غزو العراق واحتلاله، فضلاً عن إلمام واسع بعلوم العصر ومعارفه، واهتمام كبير بنواحي الثقافة الإسلامية المختلفة نجدها ماثلة في الحوارات واللقاءات التي كانت تجريها معه وسائل الإعلام والصحف والمجلات العربية المختلفة. ونبدأ مجلسنا هذا مع قصيد الشعر وقافية الصدق مع الشاعر الدكتور عبد الودود القيسي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين. هذا الرجل الكريم لم يأذن لي الله أن أكون بقربه أو أجتمع به مرة، ولكنني كنت أتابعه بدروسه التي يطرحها للناس، فكنت معجبا به جدا وأدعو له كل حين. ولذاك كتبت البارحة وبدأت بقصيدة بسيطة حقيقة بالنسبة لمعانيه أنا، ولكن ليست كبيرة على معانيه. أنني أصف المغفور له بإذن الله عبد الحميد العبيدي أنه قسم حبه ثلاثة: لدينه ولعروبته ولعراقه. فقلت عنه قبل أن أقرأ قصيدة الأساسية، فقلت عنه إذ قال بقلبه: فحياتنا من غير دين محمد ستكون ذلا خيبة خسرانا، وحياتنا من غير قرآن الهدى سفه يعيد الذل والهذيان. وقلت عنه وهو ينشد لعروبته: تجري العروبة في عروقي مثلما يجري بروحي دجلة وفرات، بيني وبين العرب أنا قسموا وادي العروبة في الدماء سمات. ثم أقول عنه عن العراق: كل العراق إذا ظمئت فرات، ما فيه حتى لو تموت ممات، لك يا عراق العمر تبقى خالدا، وإلى الهلاك عمالة وغزاة. يا ربة للعلم، يا طلا شدا، فسقى قلوب الظامئين وأنشدا دررا من الإيمان نادانا بها، فصغت قلوب السامعين إلى الندى، وسمى كريما عالما في ديننا، نورا يضيء لنا الطريق الأرشدا. يا داعيا لله،
في زمن هوى يستاف ذلا عيشه عيش الردى عبد الحميد وكان وجدي علمه في ساعة لكأكون فيها أسعدا يا مطعما قلبا بعلمك ساغبا علما تجود به كريما مرشدا يا كاسيا أعطاف قلبك دينه في درب قرآن تباركه ردا يا عاشقا ورد الرسول محمد في سنة أمست بقلبك موردا وكأنني قد كنت يومي ساغبا أطعمتني نور الهداية والهدى طوبى له يزهو بقرآن الهدى وبسنة عشق الرسول محمدا فاهنأ فإنك في رحاب محمد حيا كريما في الجنان مخلدا. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لشاعرنا الدكتور عبد الودود القيسي على هذه الأبيات الجميلة الجزيلة. والآن مع كلمة مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور مثنى حارث الضاري، فليتفضل مشكورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. أشكر لكم هذا الحضور الكريم وهذه المشاركة المباركة في هذا المجلس الذي نقيمه عزاء لأستاذنا الدكتور عبد الحميد حمد العبيدي، وأيضا تكريما في الوقت نفسه، فالفقيد يستحق كل إكرام ويستحق كل ذكر طيب، والمعاني العظيمة التي تحدث عنها شاعرنا الفذ الدكتور عبد الودود القيسي توفي الدكتور حقه، ولكن لا بد من بعض الأشياء والمعلومات التي قد لا تكون متداولة أو مشهورة عن أستاذنا. فمن باب الواجب أولا، ومن باب الوفاء لأستاذنا لأنه درسني، أقف بين أيديكم الآن لتذكر بعض ملامح سيرة الدكتور عبد الحميد التي كانت يعني سيرة كما ذكرنا هنا في العنوان ومسيرة زاخرة، ولكنه من الناس الذين كانوا لا يهتمون بالحديث عن أنفسهم، ما كان معنيا بهذا الجانب كثيرا، على الرغم من أنه يعني يتصف بكل الصفات التي يمكن أن تجعل من شخص مثل الدكتور عبد الحميد قبلة ومثابة للإعلام وللكاتبين والباحثين والدارسين. فسيرته تجمع بين بعدين مهمين جدا طالما تحدثنا عنهما، وهو الربط بين البعد الديني والبعد الدنيوي في شخصية العالم المسلم. العالم المسلم الذي يتحرك في المجتمع، يتحرك في الشأن العام، يتصل بالناس، يعرض الإسلام بالصورة التي يحتاجها العصر بدون تنازل عن الثوابت أو الضوابط الشرعية. هكذا كان الدكتور عبد الحميد في غالب يعني أفعاله وأعماله وكتاباته، هذا ما كان يسعى إليه، وهذا ما لمسناه منه ونحن طلبة صغار ما زلنا في يعني مبتدأ طلب العلم في سنة 1987. الدكتور عبد الحميد العبيدي عرفته أول مرة من خلال مكتبة الوالد رحمه الله، فقد وجدت في المكتبة رسالته للماجستير الصيد والتذكية في الشريعة الإسلامية التي طبعت في أوائل الثمانينات في سياق مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وقتها احتفالا بالقرن الخامس عشر الهجري، وهي رسالة كبيرة الحجم تدل على سعة بحث، لأن الرسائل في الغالب في ذلك الوقت كان أساتذتنا وعلماؤنا ومشايخنا يعني يبحثون الأمور من كل جوانبها، فكانت الرسائل جامعة مانعة لا تترك شاردة ولا واردة، بخلاف ما هو حاصل للأسف في زماننا الحاضر. ثم تعرفت عليه لأول مرة وجها لوجه
في عام 1987 عندما ذهبت إلى كلية الشريعة التي أبدل اسمها بعد ذلك للعلوم الإسلامية من أجل المقابلة للدراسة في الكلية، فزرته مع الوالد في مكتبه، كان هو ذلك الوقت يعمل معاونا لعميد الكلية لشؤون الطلبة وما يتعلق بها. لكن قبل ذلك بسنوات انتشر له شريط مسجل لنماذج من قراءته للقرآن، فأهدى منه نسخة للوالد رحمه الله وجاء بها لنا وقتها، سمعناها جميعا، ظننا أحد القراء يعني المشهورين الكذا الذين لم نسمع بهم سابقا، قال لا هذا الدكتور عبد الحميد العبيدي. ولكن رغم اهتمامه بهذا الجانب ورغم إجادته للقراءة ورغم الصوت الجميل الذي حباه الله سبحانه وتعالى، لكنه انصرف عن هذا لأمور أخرى، لأن هذا التسجيل كان في منتصف الثمانينات، وبحكم أنه عمل مدة قارئا للقرآن في بعض المساجد في مدينة الرمادي تطوعا وحسبة، ولكنه ترك هذا الجانب وانشغل بالجانب العلمي الأكاديمي. وقد تفاجؤون أن المادة التي درسنا إياها في كلية الشريعة في الصف الأول ليست الفقه الذي اختص به، الفقه درسه بعد ذلك في سنوات أخرى في دراساتنا الصباحية، ثم في الدراسة المسائية لمن درس في كلية الشريعة الدراسة المسائية، ودرس أيضا أصول الفقه لأنه كان معنيا بهذا العلم أيضا رغم أن التخصص كان في الفقه. درسنا في الصف الأول في كلية الشريعة في قسم الدراسات الإسلامية مادة الحاسب الإلكترونية التي قررت على الجامعات العراقية وقتها جميعا، وانتدبت كل جامعة أستاذا من أحد أقسام كلياتها ليتدرب، أخذوا دورة في المعهد القومي للحاسبات في وقته حوالي 6 أشهر، ثم عاد ليدرس الحاسبة في الصف الأول في قسم الدراسات اللي تحول إلى قسم شريعة لاحقا. في قسم الدين اللي تحول إلى قسم أصول الدين كان يدرس الحاسبة أيضا أستاذنا رحمه الله طارق العاني، أستاذ الفلسفة والمنطق، هو درس الحاسبات في قسم أصول الدين. هذا الدرس درس الحاسبات درس علمي، فيفتح الآفاق دائما لأحاديث واسعة ومستفيضة، وخزين الدكتور عبد الحميد كان واسعا وكبيرا جدا، يعني كم ثقافي كبير جدا في أغلب المجالات العلمية البحتة، الطبية، الهندسية، الثقافية، فضلا عن الهوايات التي كان يهواها ومن أبرزها الخط العربي الذي انضوى بسببه إلى جامعة الخطاطين العراقيين، وزرع هذا الحب في أحد أولاده الخطاط العراقي المعروف مثنى العبيدي. فكان درس الحاسبة من أفضل الدروس عند الطلبة، من أحب الدروس عند الطلبة، وكان رحبا معنا واسع الصدر، يجيب عن كل سؤال وكل إجابة تكون واسعة مضطردة موفية بالموضوع. فهذا زرع هذه المحبة وأعطى الدكتور عبد الحميد هذه الصورة. بعد ذلك شاءت يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى أن لا يدرسني لا في الدراسات الأولية ولا في الدراسات العليا، ولكن التقينا مرة أخرى في الماجستير، فكان أحد أعضاء لجنة مناقشة رسالتي للماجستير. هذا من حيث العلاقة مع الدكتور قبل الاحتلال. حادثة وحيدة يعني حقيقة أنا نسيتها، لكن على طريقة المحدثين أخبرني فلان عني، فأخبرني أحد الإخوة عني أنه في مرة من المرات عند زيارتي للهيئة بعد انتهاء الدوام بعد الاحتلال في مقر الهيئة عندما كنا ما زلنا في التأسيس للهيئة في السنة الأولى الاحتلال، يبدو الدكتور عبد الحميد خرج معي من الكلية أراد أن يذهب إلى الهيئة ليسلم على أعضاء الهيئة، فذهب معي في السيارة وصلنا إلى مقر الهيئة وزار الهيئة وأيد عمل الهيئة، حتى قال بعبارة أنا معكم فيما تعملون. فكان هذا النفس معنا، وإن لأنه كان في زيارة، كان هو من سنة 2000 إلى سنة 2005 كان في اليمن يدرس، فكان جاي زيارة في عام 2003 أو مطلع عام 2004، فانتهز الفرصة للتعرف على الهيئة والسلام علينا وإيصال هذه الرسالة، رسالة التأييد والتضامن. بعد ذلك بدأت علاقة جديدة مع الدكتور عبد الحميد منذ عام 2005 عندما أسسنا قناة الرافدين الفضائية في مصر. كان أحد الأمور المهمة أن يكون هناك برنامج شرعي يجيب عن تساؤلات المشاهدين ساعة أسبوعية، فصار برنامج خاص بهذا الموضوع
وهذا البرنامج كان يحتاج إلى شخصية علمية مليئة واعية قوية تحسن التعامل مع المشاهدين لها خبرة في هذا المجال، فوقع الاختيار على الدكتور عبد الحميد. عرضنا الأمر وقتها أنا واحد الإخوة على الوالد رحمه الله، فأقر هذا الاختيار وفرح به كثيرا، وتم التواصل مع الدكتور عبد الحميد في اليمن، فأنهى عقده الدراسي في اليمن وقدم إلى الأردن والتقى بنا وقتها، وتم الاتفاق على الموضوع وقرر الاستقرار في القاهرة، وهكذا انتقل إلى القاهرة للعمل في قناة الرافدين الفضائية تحديدا في برنامجها الشرعي، واستقر أيضا في مدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة قريبا من مقر القناة. وابتدأت مسيرة الدكتور عبد الحميد مجددا بعد مسيرته القديمة كما نوها يعني يعرف الحفل قبل الاحتلال، عندما كان يظهر على شاشة التلفزيون العراقي وكان له جمهور الواسع والعريض في العراق كما تعلمون. أعاد الدكتور عبد الحميد بناء هذا الجمهور الواسع من خلال هذا البرنامج الذي أصبح يعني برنامجا مشاهدا ومتابعا، وحتى بعد أن اضطرت القناة إلى الخروج من مصر في عام 2014 انتقلت مضطرة إلى مكان آخر، اعتذر الدكتور عبد الحميد لأنه كان في حالة صحية لا تسمح له وكبر سن بالانتقال وبدء تجربة جديدة وما إلى ذلك. حقيقة كنا متألمين لهذا القرار لكن لا نستطيع أن نضغط على الأستاذ، فعلا يعني وضعه سنه وصحته معيشته في مصر اعتاد الحياة، صعب أن ينتقل ويبدأ حياة جديدة في مكان آخر، فخسرت القناة هذا البرنامج واضطرت إلى صياغة برنامج جديد بعنوان مقاصد، يتحدث عن المقاصد العامة عن القضايا العامة في الإسلام بعيدا عن السؤال والجواب، لأنه إلى الآن لم نجد الشخصية المناسبة لملء الفراغ الذي تركه الدكتور عبد الحميد حمد العبيدي رحمه الله. الدكتور عبد الحميد فضلا عن ذلك كانت له مشاركات واسعة حقيقة مع الصحافة العربية، قدرة العلمية وحضور المنتديات العلمية العديدة في القاهرة كان يشارك ويحضر، فرض نفسه هناك شخصية عراقية علمية معروفة. فضلا عن ذلك مناقشت له بعض القضايا الحديثة في المطروح على بساط البحث، يعني دائما القضايا التي تحتاج مزاوجة بين العلم الشرعي والعلم الحديث، وهو كان بارعا في هذا المجال كما ذكرنا. فالتقت معه صحف عربية كثيرة، وكان الوصف المصاحب له دائما فضلا عن كوني أستاذ الفقه في كلية الشريعة في بغداد سابقا ومقدم البرنامج الشرعي في قناة الرافدين، كان الوصف الذي يقترن به في الغالب هو المفكر الإسلامي العراقي دكتور عبد الحميد العبيدي. ويستطيع من يريد أن يرجع إلى بعض هذه اللقاءات ويتعرف على آرائه فيها أن يرجع لها. الدكتور أيضا كانت له آراء خاصة، يعني آراء انفرد بها عن بعض الباحثين عن بعض العلماء، يرى أنها هي الأرجح والأصوب وإن خالفه غيره، هذه من باب الأمانة العلمية يعني نقول، وهذه الآراء قليلة ومعدودة وفيها نقاش بينه وبين كثيرين، وكنا نناقشه أحيانا فيها ولكن بالقدر الذي يسمح به يعني الأستاذية وفارق السن والفضل. النقطة أخرى فقدناها يعني في حياة الدكتور رحمه الله وبعد وفاته أنه كان مقلا في التأليف، كانت لديه وجهة نظر أو رأي مرجوح كما يقول أحد تلاميذه، أنه يقول ماذا نكتب، كل ما نفكر فيه كتب فيه سابقا فسنعيد وسنكرر. طبعا هذا الرأي يدل على تواضع وعلى يعني غمط لحقوق النفس، ولكن لا في أشياء كثيرة جدا وخاصة من الدكتور عبد الحميد، لو كان غيره يقول هذا الكلام ممكن، ولكن هذه كانت وجهة نظره واحترمناها. لذلك من آثاره لا نجد إلا رسالته الماجستير الصيد والتذكية، ورسالته في الماجستير، ورسالته للدكتورة الكفالة في الشريعة الإسلامية، وبعض البحوث في مجلة كلية الشريعة. أما قصة الدكتورة فقصة، لأن الدكتور سجل على الدكتورة من وقت مبكر، وفي أواخر السبعينات أخذ الماجستير وسجل على الدكتوراه في مصر، ولكن ظروف الحرب العراقية الإيرانية وقتها منعته من إكماله كما منعت آخرين من علمائنا ومشايخنا. وتجاوزه السن، لأن كما تعرفون القانون في العراق من يتجاوز 45 سنة لا يحق له كتابة أو إعداد رسالة دكتوراه، لكن في حصل استثناء في سنة من السنوات متأخرة قبل الاحتلال، استفاد من هذا الاستثناء هو وبعض أساتذتنا ومشايخنا ومنهم الدكتور فرج توفيق الوليد أيضا رحمه الله، فكتبوا رسائل دكتوراه
فالدكتور عبد الحميد كان كاتبا لرسالته من الثمانينات الكفالة في الشريعة عندما ذهب إلى مصر، فأعاد النظر فيها وقدمها وحصل على شهادة الدكتوراه، فكان مقلا في التأليف، وإلا آراؤه هذه كان ممكن أن يغنيها أو يؤصلها من أجل أن تكون مادة مفيدة لطلبة العلم. لا أطيل عليكم، هذه هي أهم الملامح. بقي ملمح واحد قد لا يكون مشهورا عن الدكتور عبد الحميد، ولكن انصرافه إلى القضايا العلمية والقضايا الإعلامية جعل هذا الشيء لا يظهر عنده، وهو أنه صاحب موقف سياسي وطني ملتزم، وهذا الموقف السياسي الوطني الملتزم جعله يقف مع قضية العراق بعد الاحتلال الموقف الشرعي المطلوب ضد الاحتلال، دعما للخيار الوطني، دعما لخيار المقاومة، دعما لخيار القوى المناهضة للاحتلال. ومن شواهد ذلك، طبعا حديثه عن هذا كثير، لكن الشواهد المادية الوثيقة الموجودة بين أيدينا هي بيان كبار العلماء، كبار علماء العراق اللي صدر سنة 2013 بشأن الأوضاع الحالية في العراق. تعرفون سنة 2013 لما انتفضت المحافظات الست واستمرت التظاهرات مدة سنة كاملة، بدأت الظروف السياسية يعني توحي بأن هناك متغيرا مقبلا، أن هناك فرصة ما لفعل شيء، فكل قام يعني بالذي ينبغي عليه وقتها. بدرت فكرة وقتها بأنه يعقد اجتماع لكبار علماء العراق لبيان رأيهم في أهم القضايا المهمة التي ينبغي أن يعرفها الناس كي تكون رسالة تصل للمتظاهرين في صحة الاعتصام والتظاهر والعراقيين جميعا. فتمت الدعوة لعقد لقاء لكبار العلماء، وحضر هو هنا إلى هنا من مصر، وجرى الاجتماع في ديوان الهيئة، أيضا ليس هذا الديوان القديم الذي كنتم تحضرونه دائما، وحضر معه مجموعة من العلماء كبار علماء العراق، ولم يتخلف إلا النادر. الصورة التي خلفي هي صورة لهذا الاجتماع، يعني يظهر فيها من اليمين الوالد رحمه الله الدكتور عبد الحميد حمد العبيدي، الدكتور محمد بشار الفيضي وقوفا، الدكتور حسين الجبوري نائب أمين العام في هيئة علماء المسلمين حفظه الله ورعاه، الدكتور محمد عبيد الكويس أمين عام الهيئة، الدكتور عبد المنعم خليل الهيتي وقوفا، الشيخ هشام البدراني وقوفا، شيخنا الشيخ العلامة الدكتور عبد الملك السعدي، الشيخ الدكتور أحمد عبيد الكويسي، الشيخ مساعد مسلم الجعفر، الشيخ الدكتور المرحوم عيادة أيوب الكويسي، والشيخ الدكتور رافع الرفاعي، فضلا عن الشيخ عبد السلام الكويسي وقع على البيان أيضا كان موجودا لكن ما ظهر في الصورة، والدكتور عبد الله الجبوري أستاذنا، وأستاذنا الدكتور هاشم جميل، وأستاذنا الشيخ أحمد حسن الطاهة. كل هؤلاء وقعوا على هذا البيان اللي كان أول بيان يتفق عليه علماء العراق من مختلف المشارب، ويتفقون على قضايا أساسية. لن أقرأه لكم لأنه نشر اليوم ضمن وثائقيات الهيئة، ولكن فقط البنود الرئيسة. تحدثوا عن الأسس والثوابت، ومنها سيادة العراق ووحدة العراق وهوية العراق والعملية السياسية والدستور. ثم تحدثوا عن الأوضاع الحالية والمستجدات، وقتها كان هناك حوادث تفجيرات، اعتقالات وتهجير، فساد مالي وإداري، لاحظوا كلها موجودة، يعني الأمور لم تتغير بل زاد السؤال. ثم التظاهرات والاعتصامات الشعبية، وأكدوا على هذا الموضوع قائلين يوصون بالمطاولة وطول النفس في مثل هذا العمل المبارك، أي التظاهر والاعتصام، حتى يسمعون الناس اللي بعد ذلك بدوا يلقون كل مشكلة كل سلبية يلصقونها بساحات التظاهر والاعتصام. علماء العراق يقولون عمل مبارك من قبل أبناء شعبنا في المحافظات الست الذي نشد فيه على أيديهم ونقف فيه إلى جانبهم. باء المحافظة على سلمية هذه التظاهرات وعدم السماح للمندسين بتشويه وجهها الناصع. جيم عدم تسييس التظاهرات والاعتصامات وعدم السماح للسياسيين والنفعيين بأن يركبوا موجتها للوصول إلى أهدافهم الخاصة، وللأسف ركبوها. وفي الأخير يدعو كبار علماء العراق في بيانهم، يدعون كل المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية للوقوف إلى جانب الشعب العراقي في محنته، وإنصاف العراقي وإيلائه ما يستحقه من الاهتمام، لأنه دولة لها تاريخها وثقلها في التوازن الاستراتيجي في المنطقة.
ويدعون المجتمع الدولي لتبني سياسة جديدة في التعامل مع أوضاع العراق بجدية وإنسانية، وما زالت هذه الدعوة مطروحة إلى الآن ولا مجيب ولن يجيب أحد. ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بها. فاتني فقط أن أذكر أن من ضمن الموقعين واللي شارك في صياغة هذا البيان مع الدكتور محمد بشار الفيضي والشيخ رافع الرفاعي الشيخ الدكتور عبد الحكيم السعدي. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، وشكرا مرة ثانية على الاستجابة لهذه الدعوة وعلى هذا الحضور المبارك، ورحم الله أستاذنا الدكتور عبد الحميد حمد العبيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشكر والتقدير لمسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور مثنى حارث الضاري على هذه المعلومات الغنية والثرية بمناقب الأستاذ الدكتور عبد الحميد العبيدي. وفي ختام مجلسنا هذا لا يسعنا إلا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الأستاذ الدكتور عبد الحميد العبيدي، وأن يتقبل منه جهوده وعلمه وعمله، وأن يجعلها شاهداً له وسبيلاً إلى جنات النعيم، وأن يخلف لبغداد وأهلها وطلبة العلم في العراق والأمة جميعاً علماء ودعاة يحفظون علوم الشريعة ويسعون في نشرها. نشكر لكم حضوركم ونلقاكم في مناسبات أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.